نشرة أخبارية الخامسة، أهلا بكم. المستهل بالعناوين: رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبونة يترأس الحفل السنوي لتقليد رتب وإسداء الأوسمة لضباط الجيش الوطني الشعبي عشية الاحتفال بالذكرى 59 لعيدي الاستقلال والشباب. الفريق سعيد شنقريحة يؤكد حرص رئيس الجمهورية على جعل المناسبة رمزية قوية وسنة حميدة تترصع بها تقاليد المؤسسة العسكرية. وفي ذكرى عيدي الاستقلال والشباب، توزيع نحو 100,000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر 53 ولاية من أصل 58. إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط والتي بلغت نسبتها 64.46%. أهلا بكم. عشية الاحتفال بذكرى 59 لعيدي الاستقلال والشباب، ترأس اليوم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبونة بقصر الشعب الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة لضباط الجيش الوطني الشعبي. ولدى وصوله إلى قصر الشعب، استمع السيد الرئيس إلى النشيد الوطني لتقدم له التحية الشرفية مختلف التشكيلات العسكرية. وقد كان في استقباله الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والفريق الأول بن علي بن علي. هذا وقد أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبونة على جعل مناسبة تقليد الرتب وإسداء الأوسمة رمزية قوية وسنة حميدة تترصع بها تقاليد المؤسسة العسكرية، وهي سانحة لنيل حصائل الأعمال بالترقية في الرتب والتكريم بالأوسمة تزامنا والاحتفال بعيدي الاستقلال والشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيدات والسادة الحضور، يسرني في البداية أن أتقدم إليكم السيد الرئيس باسمي الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بأسمى آيات الشكر والامتنان وأزكى عبارات التقدير والعرفان على تفضلكم بالإشراف شخصياً على مراسيم الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة، وهي مناسبة طيبة حرصتم على أن تجعلوا منها في الزمان والمكان رمزية قوية وسنة حميدة تترصع بها تقاليد وطننا الغالي ومؤسساتنا العسكرية، وسانحة متجددة يحصد من خلالها إطارات الجيش الوطني الشعبي ومستخدميه حصائل أعمالهم بالترقية في الرتب والتكريم بالأوسمة، عرفاناً لهم وتقديراً لجهودهم وتثميناً لمثابراتهم على خدمة جيشهم ووطنهم في ظل الجزائر الجديدة التي رسمتم معالمها الواضحة والواعدة. السيد رئيس الجمهورية، يأتي تنظيم الحفل في غمرة الاحتفال بواحدة من محطات تاريخنا المشرق، الذكرى 59 لعيد الاستقلال الوطني، وهي الذكرى التي تزرع في نفوسنا وأذهاننا معاني النصر المبين، وتبعث فينا مشاعر الفخر والاعتزاز بأمجادنا وبطولات الرعيل الأول من جيل نوفمبر الخالد، وهي مناسبة عزيزة نؤدي من خلالها واجب العرفان والوفاء والتقدير لأبطال الجزائر الذين صنعوا الوديعة وحافظوا على العهد وما بدلوا تبديلا، ونستلهم منها العبر والقيم السامية التي طبعت شخصيتنا ومسيرتنا المظفرة التي ينبغي علينا جميعا التمسك بها ومواصلة العمل على تجسيدها، ونجدد فيها العهد الذي قطعناه أمام شهداء الأمس واليوم، ونترحم فيها بخشوع وإكبار على الذين قدموا للوطن أعز ما يملكون. السيد رئيس الجمهورية، أجدد لكم مرة أخرى شكرنا وتقديرنا على حرصكم القوي لترأس هذا الحفل، وبدوري أتقدم بأحر التهاني إلى كل الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة أعلى والمكرمين بالأوسمة. هذا التكريم المستحق نظير الجهود المثابرة المبذولة في سبيل تطوير قدرات قوتنا المسلحة على الأسس القوية والمرتكزات الثابتة التي تكفل لجيشنا المزيد من التطور ولشعبنا وافر الأمن والأمان ولبلادنا الغالية مزيداً من الرقي والاستقرار. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أشرف على تقليد رتبة لواء إلى مجموعة من العمداء ورتبة عميد إلى مجموعة من العقداء، فضلا عن إسداء أوسمة إلى عدد من الإطارات العسكريين والمستخدمين المدنيين. وقد حضر الحفل كبار المسؤولين في الدولة، يتقدمهم رئيس مجلس الأمة صالح قجيلة، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، إلى جانب مستشارين لرئيس الجمهورية وضباط سامين في الجيش الوطني الشعبي ومجاهدين.
نور الدين قوسمية. مراد قربوع. وعمر سرير. عبد النور عزوز. رحال مليزي. صالح شقلال. رابح محتوت. مبروك سبع. أحمد سالمي. محمد أحمد سايح. زبير غويلة. ويقلد رتبة عميد من طرف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني العقداء الآتي اسمهم: محمد الشريف حفصي، قدير بن سلوسي، محمد صالح حمود، توامر الداوي، بن سليمان الخلال، محمد خضري، سليمان غزالي،
عز الدين ساكري. سوريا عيساوي. ويقلد رتبة عقيد المقدمين الآتي أسمائهم: طاهر باجي، فيصل بن الخيري، عياش بن زعبار، رشيد آيت حمو علي، عمر رفيق يحيى الشريف، من الأوسمة من طرف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وسام الشرف للعقيد يمين بوعزة. وسام الاستحقاق العسكري للمقدم رضوان خلفاوي. وسام الجيش الوطني الشعبي الشارة الثالثة لكل من العقيد حسين مطاطلة، العقيد فريد مسعود، وسام الشارة الثانية للعقيد رشيد بوريش، Thank you.
الشارة الأولى للرائد أحمد العريبي. بدون شارة للمستخدمة المدنية الشبيهة حورية أبو محكاك. القائد الأعلي للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، انتهت مراسيم تقليد الرتب وأجدال الأوسمة. كما أشرف الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والفريق الأول بن علي بن علي على تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لعدد من ضباط الجيش الوطني الشعبي. ويقلد رتبة عميد من طرف السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي العقداء الآتي أسمائهم: عبد القادر بن الأطرش، فاتح شلوق، عمار حمسي، عبد الرحمن جباري، محمد رضا غجاتي، عبد الحميد العايب، جلول مساوي، عبد القادر زبار، عبد الله دليم، ويقلد رتبة عميد من طرف السيد فريق أول قائد الحرس الجمهوري العقداء الآتي أسمائهم: الصديق بن الصديق، عمار درموشي،
الأخضر علوي. محمد عريبي. جمال محي الدين. طارق بروبة. أحمد تميزابت. هذا واختتمت مراسم الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة لضباط الجيش الوطني الشعبي، حيث غادر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبونة، غادر قصر الشعب، وكان في توديعه الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والفريق الأول بن علي بن علي، وإطارات من وزارة الدفاع الوطنية. هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عناصر المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة بعد تأهلهم سهرة أمس لنهائي كأس العرب في حسابه الرسمي على تويتر، جاء فيها: عشية عيد الاستقلال، ها هي النخبة الوطنية الشابة الصاعدة لأقل من 20 سنة تقدم للشعب الجزائري إنجازا كرويا باهرا بتأهلها لنهائي كأس العرب، برافو وكل التوفيق في النهائي بحول الله. في حضرة الحرية يسمو الشعور بالانتماء لهذا الوطن في ذكرى عيدي الاستقلال والشباب التي تعود في عامها 59 لتحمل صبحا يفوح بطقوس الكرامة والشجاعة والإنسانية، وتنقل رسائل أعظم الثورات وأسماها التي وقعها أبناء هذا الوطن في مواجهة أعتى القوى الاستعمارية التي ارتكبت في حقه أفظع الجرائم
والمجازر. هي الجزائر اليوم تحيي الذكرى وهي تنطلق من جديد نحو مواجهة كل التحديات، واحدة موحدة مستقلة بآرائها فخورة بمواقفها. نجوى جدي. نحن هنا في رحابها نلحن نصا وطنيا صوته حق وحرية ومقاومة، نحمل ذلك الإحساس الخفي الذي يحركنا للتعلق به والإيمان بالانتماء إليه مهما بعدت بنا المسافات، وإحساسنا بأن لا شيء يضاهي دفء هذا الوطن. كان يومها الصدى يرتل صورة نسجتها ثورة قادتنا نحو حب هذا الوطن، من الأقاصي ومن كل المضائق نشمها. كانت الأصوات متعالية من النوافذ المفتوحة ومن عيون الرجال وبكاء النساء فرحة. قبلها نذكر كيف كان التنقل من حي إلى حي ومن شبر لآخر بحذر على إيقاع القذائف التي كانت تسقط مثل المطر. يومها علمنا صوتهم مفهوم الإنسانية والكرامة والحياة والحب والإخلاص لهذا الوطن، فاستقر في قلوبنا ولا يزال يكبر بالرغم من كل ما يكاد له كيدا في جوانبه وعلى حوافه. الحرية لها اليوم عيد وذكرى ترفع فيها الأعلام في مواكب من نور تطوف الشوارع وتسكن البيوت وسكانها من شمالها إلى جنوبها من شرقها إلى غربها، فتلك حدود الوطن فلا تقربوها. وما زالت تلك الوردة البيضاء تزهر، هي ذي الحرية التي نتسلل إلى تفاصيلها لندرك بحنكة ما ينتظرنا من معارك أخرى للتحرير تستلزم الوحدة لا التموقع الأحادي، حتى نعالج جميع الاختلافات بطرق حضارية جامعة، نحافظ على الاستقلال باليقظة ولعن الفتن ومحاربة كل مأجور، نسير على قاطرة التحرر الاقتصادي بجهد سواعد شبابها والبناء الاجتماعي بترقية الحس المدني والإعمار الوطني تحت قيادة الضمير الجماعي. هي ذي الجزائر التي تنتظرنا من جديد ولا بأس عليها دائما ما دامت المحروسة محمولة على أكتاف حماة راية هذا الوطن. دائما مع الذكرى 59 للاستقلال، نظم المتحف الوطني للمشاهد احتفالية خاصة بالمناسبة تحت شعار صون الذاكرة واستكمال للمسيرة. البرنامج حمل عدة نشاطات منها عرض لملحمة تحمل في طياتها أناشيد وطنية تبرز قيمة هذا اليوم المبارك. هذا اليوم مناسبة لتجديد الاعتراف والعرفان لمجاهدين ومجاهداتنا الأمجاد نظير كفاحهم وتضحياتهم التي تكللت بتحرير وطننا المفدى، وهو أيضا هذا اليوم موعد إيلاف قلوب كل أبناء الجزائر على استذكار ماضينا الحافل بالمآثر والأمجاد. الاستقلال هذا جابه الرجال المخلصين الذين باعوا حياتهم لأجل الجزائر، والجزائر إن شاء الله لها رجال إن شاء الله تكون من الذين يخافون عليهم ولهم يحزنون. وعشية الاحتفال بذكرى المزدوجة 59 لعيدي الاستقلال والشباب، وفي إطار العناية الخاصة التي توليها السلطات العليا للبلاد لإتمام برنامج توزيع السكنات عبر الوطن، تشرع اليوم وزارة السكن والعمران والمدينة شرعت في توزيع نحو 100,000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر 53 ولاية من أصل 58. وبمناسبة ذكرى 59 لعيدي الاستقلال والشباب دائما، تم توزيع 1,120 وحدة سكنية بمختلف الصيغ ووضع حيز الخدمة 10 كيلومترات من مشروع الطريق المزدوج الرابط بين ولايتي المسيلة وبرج بوعريج.
تربوياً، الآن أعلنت مساء اليوم نتائج امتحانات شهادة التعليم المتوسط، وذلك على الموقعين الإلكترونيين الخاصين بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والفضاء المخصص للأولياء. كما تم إعلان النتائج عبر إشهار قوائم التلاميذ الناجحين على مستوى كافة المؤسسات التعليمية التي أجريت بها الامتحانات. هذا وكانت وزارة التربية الوطنية قد أكدت في بيان لها أن نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط بلغت 64.46% بتحسن قدر ب 9.9% مقارنة بدورة 2019 رغم الظروف الاستثنائية للتمدرس في ظل جائحة كورونا. تحسن النتائج يعود إلى اعتماد نظام التمدرس بالتفويج والتناوب. هنيئا لكل الناجحين. صحيا الآن، وفي تطورات الوضعية الوبائية ببلادنا، سجلت 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعشر وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تمثل 356 مريضا للشفاء حسب بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة. بقي نذكر بأهم ما جاء فيها من أنباء. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون يترأس الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة لضباط الجيش الوطني الشعبي عشية الاحتفال بالذكرى 59 لعيدي الاستقلال والشباب. الفريق السعيد شنقريحة يؤكد حرص رئيس الجمهورية على جعل المناسبة رمزية قوية وسنة حميدة تترصع بها تقاليد المؤسسة العسكرية. وفي ذكرى عيدي الاستقلال والشباب، توزيع نحو 100,000 وحدة سكنية بمختلف السياق عبر 53 ولاية من أصل 58. وكما تابعنا إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط والتي بلغت نسبتها 64.46%. كل عام والجزائر بخير. شكرا على كرم المتابعة، في أمان الله.